أهم العمليات أو من أهم المراحل في عملية اختبار الاختراق هي عملية جمع المعلومات وعملية فحص الشبكة، لأن بناء على جمع المعلومات اللي هي تعتبر المرحلة اللي بتاخد أطول وقت ممكن، أنت بتجمع المعلومات اللي هتمكنك أنك تقدر تعرف تدخل الشبكة دي منين. عموماً مرحلة جمع المعلومات معناها أن أنا خلالها بحاول أن أنا أحصل على معلومات بأكبر قدر ممكن عن الشبكة أو عن النظام اللي أنا بهدف لاختراقه. الاستطلاع أو عملية جمع المعلومات هي تعتبر مجموعة عمليات بتستخدم أكتر من وسيلة عشان أقدر أعمل اكتشاف لبصمة الجهاز، فحص للبورتس اللي موجود على الجهاز، وإلى آخر هذا الكلام. وفي عندي طريقتين أقدر أجمع بيهم معلومات، طريقة بنسميها أكتف وطريقة اسمها باسيف. الطريقة الأكتف دي إن المهاجم أو مختبر الاختراق بيتعامل مع النظام اللي بيحاول يكتشف عنه معلومات بشكل مباشر. في الطريقة الباسيف مختبر الاختراق بيتعامل مع هذا النظام بشكل غير مباشر. خليني أوضح لكم ده معناه إيه. دلوقتي أنا ممكن مثلا من المراحل اللي أنا بتكلم عليها أثناء اختبار اختراق شركة معينة أو مؤسسة معينة، إن أنا مثلا دلوقتي عايز أعرف موقع معين شغال بأنه تكنولوجي، أو شغال في أي دولة، أو معمول له استضافة عند أي مشغل خدمة، عايز أعرف مين الأدمينستريتور المحتمل اللي ممكن يكون بيدير هذا الموقع. من الحاجات اللي أنا ممكن أعملها بشكل مباشر إن أنا أستخدم أداة اسمها إنماب وأعمل سكان على هذا الموقع، أشوف البورتس المفتوحة، أعرف الـ IP أدرس اللي هو واخده، أعرف هو موجود على أنه حوسبة سحابية أو مين الشركة اللي بتعمل استضافة للموقع ده عندها، إيه هي البورتات اللي شغالة، إيه هي الخدمات. ساعتها أنا بعمل تجميع معلومات بطريقة أكتف أو بطريقة نشطة، معناها هنا إن أنا بتعامل مع الهدف بشكل مباشر. بس في طريقة تانية ممكن أجيب بيها المعلومات من غير ما أتعامل مع الهدف. واحدة من الطرق دي مثلا إن أنا ممكن أدخل على الإنترنت وأدور على أداة بتعمل IP address lookup. أنا مثلا عايز إن أنا أكتشف أو أخترق أو أجرب موقع تبع شركة أمازون، فبدل ما هروح أتعامل مع الموقع بشكل مباشر، ممكن الأول هنا أستخدم أداة أو موقع بيعمل أونلاين بينج، أدخل من الموقع ده مثلا وأقول أنا عايز أعمل بينج على الموقع اللي اسمه www.amazon.com. هنا بس انا محتاج احط زي كابتشا كده موجوده، فهلاقي هنا ان انا بعمل بينج ولكن مش من الجهاز بتاع المهاجم، انا بعمل بينج عن طريق هذا الموقع. اخد الاي بي ادرس دوت واروح استخدم اداه اي بي ادرس لوك اب واقول له جيت اي بي ديتيلز. كل اللي بيحصل ده الموقع المستهدف ما يعرفش هذه المعلومات او ما يعرفش ان في حد بيحاول يستنبط معلومات عنه، فأعرف من هنا إن الموقع دوت اسمه أو العنوان بتاعه server-52.cloudfront.com، فأعرف ساعتها إن الموقع ده معمول له استضافة على خوادم كلاود فرونت اللي هي تحت شركة أمازون، موجود في دولة السويد، والديتا سنتر اللي موجود فيها هذا الموقع موجودة في ستوكهولم أو في مدينة ستوكهولم اللي هي العاصمة الخاصة بالسويد. هنا أنا جبت معلومات. طب لو عايز أجيب معلومات أكتر، ممكن اخد الدومين نيم دوت واستخدم اداة اخرى اسمها WHOIS، والاداة دي برضو ممكن استخدمها بشكل اونلاين او استخدمها بشكل مش من الجهاز بتاع المهاجم، واكتب اسم الموقع هنا واضغط جيت WHOIS. دلوقتي الاداة دي هتعمل بحث عن معلومات النيم الخاصة بهذا الموقع، فممكن تجيب معلومات على هو اسم الموقع ده حصل له كرييت او انشئ سنة كام، هو اخر تحديث حصل كان امتى، هو مين الشركة اللي عملت تسجيل لاسم المعرف او اسم الموقع ده، هو مين رقم التليفون بتاع اللي سجل هذا الموقع، وغالبا هتكون شركة الاضافة او شركة التسجيل اللي سجلت هذا الموقع. لكن مع بعض المواقع اللي هي ممكن تكون تحت إدارة يعني ضعيفة أو مش شركة كبيرة زي شركة أمازون، يعني مثلا خلينا كده مع بعض دلوقتي نشوف موقع بيبيع أي منتجات مثلا زي مثلا هاوس وير
اونلاين شوب، هدور على موقع مش مشهور بيبيع مثلا منتجات منزل، حاجه كده تكون بمعنى اخر يعني موقع مش من المواقع الكبيره، وهاخد اسم هذا الموقع كده، وبافتراض ان انا عايز اعمل اختبار للاختراق او عايز اجمع معلومات عنه، وهدور باسم الموقع ده في اداه هويس برضو زي ما كنت بعمل هنا. دلوقتي انا ممكن الموقع ده اكون محظوظ شويه واجيب معلومات اكتر من المواقع او من المعلومات اللي جبتها عن موقع زي امازون. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اطلعها، يعني خلينا مثلا دلوقتي هنا، هي دلوقتي هنا انا مش لاقي معلومات يعني يعول عليها برضو في الموقع ده، فخلوني اشغل اداه هويس اللي موجوده على كالي لينكس. طيب الى ان كالي لينكس يقوم معانا او ان اداه الكالي السيرفر بتاع الاختراق بتاعنا يشتغل، احنا دلوقتي مثلا ممكن نشوف موقع تاني من المواقع اللي ممكن تكون متاحه بشكل اونلاين. مثلا عندنا مثلا موقع ريفاينري، ده شفناه. ولما اشوف المعلومات تقريبا هي نفس المعلومات، فواضح ان المعلومات اللي هنا دي تعتبر معلومات مش كامله شويه. فانا بس هنتظر ان الكالي لينكس بتاعي يقوم، وهنشوف اداه الهويس مع بعض. عامة هي دي اداه الهويس وهو ده الشكل بتاعها، وممكن زي ما انتم شايفين هنا ممكن استخدمها سواء بشكل اونلاين او ممكن استخدمها سواء اونلاين، بمعنى ان انا ممكن الاقي مواقع كتير موجوده اونلاين اقدر اعمل منها البحث بتاع هويس، او ممكن من الكالي لينكس نفسه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. هلاقي في قائمة الأوامر أو شاشة الأوامر الخاصة بالكالي لينكس أداة هويس موجودة، فممكن أقول هويس وأقول له دور لي أو جيب لي المعلومات الخاصة مثلا بموقع microsoft.com واضغط انتر. فأداة هويس دلوقتي مش بتكلم الموقع، بس هتروح تدور على معلومات الموقع ده من على الداتابيز الخاصة بالدي ان اس، وهلاقي فعلا الموقع ده جاب لي معلومات كتير، من ضمنها رقم تليفون الشخص اللي سجل الموقع، رقم الادمنستريتور او الايميل الشخصي بتاعه، معلومات كتير جدا ممكن تفيدني بعد كده. ولو عايز اصفي هذه المعلومات ممكن استخدم اداه جريب واقول له انا عايز بس اجيب معلومات ارقام التليفون اللي ظاهره في معلومات هويس، فاقدر ان انا باستخدام هذه المعلومات اقدر اعرف معلومات عن الموقع دوت او مين هو الشخص اللي عمل تسجيل لهذا الموقع. الطريقة دي بتكون جميلة جدا لو أنا بعمل اختبار الاختراق لموقع محلي أو موقع خاص بشركة صغيرة، فممكن نلاقي ساعتها إن الـ IT مانجر أو شخص من إدارة تكنولوجيا المعلومات هو اللي سجل اسمه أو سجل الإيميل بتاعه أثناء تسجيل اسم النطاق أو اسم الدومين دوت، فممكن أستخدم الدومين ده أو الإيميل دوت في عملية فيشنج أو أبدأ إن أنا أعمل عليه سوشيال إنجينيرينج. ممكن باستخدام اسم الايميل او اسم الشخص ده ادور على لينكد ان على حسابات الموظفين في هذه الشركه. حاجات كتير جدا ممكن تيجي في بالكم، لكن احنا بس بنعبر او بنوضح الحاجات اللي ممكن تكون اكثر اهميه، وبنديكم طبعا الباب اللي انتم بعد كده ممكن بالاعتماد على المعلومات دي تفتحوا ابواب اكتر وتدوروا فيها.